في إقليم شينجيانغ ذاتيات الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية المحتلة من قبل الصين، تعمل سياسات الحكومة الصينية على زيادة القهر والقمع ضد المسلمين. فقد فرضت الحكومة قانونا جديدا على الإيغور من الضباط والشرطة العاملين بها التوقيع على وثيقة تحت مسمى فهم المعتقدات الإسلامية بعد الموت، والتي تنص على قبولهم حرق جثثهم في توابيت خشبية بعد الموت. شارك أكثر من 500,000 شخص من الأتراك في مسيرة كبيرة تحت عنوان إدانة الاضطهاد ودعم القدس في ساحة نيكابورا في إسطنبول، وألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطابا هاما حول قضية القدس. عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اجتماعا خاصا حول الأوضاع في غزة بال18 من مايو في جنيف، وقد تقرر إرسال لجنة تحقيق للتحقيق في جميع النزاعات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة. التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بال18 من مايو في سوشي، وخلال المحادثات ناقش الجانبان قضايا مثل الوضع في سوريا والعلاقات الروسية الأوروبية والانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني. قال الرئيس الأمريكي في 17 إن الولايات المتحدة لن تكرر تجربة ليبيا لكوريا الشمالية إذا توصل الجانبان إلى اتفاق حول نزع الأسلحة النووية، وأن الولايات المتحدة سوف تتعهد لكوريا الشمالية بضمان أمني. وفي الوقت نفسه حذرت من أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ستواجه كوريا الشمالية عواقب خطيرة. تحطمت طائرة ركاب كوبية في 18 من مايو من طراز بوينغ 737 بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار هافانا مارتي الدولي، وكان على متن الطائرة 104 ركاب و9 من أفراد الطاقم. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الكوبية فقد تم إنقاذ 3 أشخاص وصفت إصابتهم بالخطيرة، ومقتل باقي ركاب الطائرة.